السؤال الثاني يقول: صور ذوات الأرواح إذا كانت غير معلقة، موضوعة في رف أو في درج أو غير ذلك، هل هي جائزة أم لا؟ نعم، عندنا أولا ما هو مفهوم الصور، ومتى يسمى الشيء صورة؟ يعني التوثيق الذي يكون في الآلات الحديثة بالجوال أو بالكاميرا أو بالفيديو، هل هذا يسمى تصويرا أو هو تسجيل؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. نحن نرى أن هذا ليس من التصوير، لأن التصوير إيجاد صورة جديدة، وإنما هذا توثيق وتسجيل لصورة موجودة، فهو بمثابة المرآة الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه في يوم القيامة يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، معناه أنه خلق جديد وتصوير إيجاد صورة جديدة وليس توثيقا لصورة موجودة. الشيء الثاني، صور ذوات الأرواح، هل يجوز أن توضع في المواطن الممتهنة كالوسائد والفرش ونحو هذا؟ أيضا وقع فيه اختلاف بين أهل العلم، نظرا للاختلاف في فهم حديث عائشة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد سترا فيه صور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقطيعه فوضعوه في شيء من الوسائد. ولذلك قال بعض أهل العلم لأنها مقطعة جازت، وآخرون قالوا لأنها ممتهنة. ولذلك فإن هذه الصور التي مرسومة ينبغي بالإنسان أن يتجنبها ما استطاع.